نبدأ من أزمتي الخبز والبنزين والطوابير على الأفران ومحطات البنزين مع الزميلة سالي أبو مرعي. سالي، كيف يبدو المشهد أمام محطات البنزين وأمام الأفران؟ سالي تفضلي، أنت على الهواء. نعم شادي، يعني في شوية مناوشات بين الناس صارت بسبب الطوابير الطويلة بالأفران، لذلك يعني ما كنت عم بقدر أسمعك منيح. نحن نجول منذ ساعات عفوا على العجلة. أنا رح جرب زيح شوي صغيرة حتى أقدر أحكي. أوكي، يعني كما تشاهدون شادي، الناس صار لها يعني فوق الربع ساعة كل شخص عم ينطر ليطلع له دور لحتى يقدر ياخذ ربطين خبز فقط، يعني مش أكتر. هيدا المشهد نحن يعني عم نواكبه، وصلنا من الصبح بعد الجولات اللي عم نقوم فيها بشوارع يعني العاصمة وضواحيها. عودة الطوابير إذا فينا نقول من جديد بعد يوم الاستحقاق اللي صار بالأفران وعلى محطات المحروقات، يعني بظل الحديث صباحا عن أنه هناك في شح بمادة البنزين وعدم توفر الاعتمادات اللازمة لاستيرادة. أنت كما قلت يعني بالمقدمة، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة قال أنه هناك يعني ما في أساسا أزمة، إلا أنه المشكلة هي بتأمين دولارات على منصة صيرفة اللي هي أصلا متوقفة. رح أرجع لموضوع طوابير الخبز والأفران إلى جانب يعني نقيب الأفران الأستاذ علي. شو بتخبرني اليوم عن هالمشكلة اللي كل 15 يوم عم نرجع نواكبها من أول وجديد؟ في طحين بالبلد، في قمح بالبلد أو ما في؟ هاي المشكلة متوقعة كانت، ونحن قبل المرة حكينا وقلنا بعد 10-15 يوم هذا تجدد، لأنه ما في آلية معتمدة بالاستمرارية. آخر جلسة لمجلس الوزراء كان المفروض في مطاحن مقفلة، كان المفروض يفتحوا لها اعتماد. هل تعمدوا أنه ما يفتحوا الاعتماد ليصير في أزمة؟ يعني شو مصلحتهم تصير في أزمة؟ لشو مصلحتهم يوقفوا الناس؟ يعني الشعب بعد يعني الانتخابات بهيدي الطوابير. مصلحتهم رفع الدعم، هن بيحكوا انه ما راح يرفعوا الدعم، وبيحكوا كلام شعري وشعبوي. لما ما بيفتحوا الاعتماد عم بيذلوا الناس. هذا إذلال الناس، عيب عليهم. يا بيدعموا وبيكون في استمرارية للدعم، والناس بترتاح والافران بكون فيها طحين والمطاعم عم تشتغل بشكل طبيعي، او شوفوا شو بدهم يعملوا. طيب وزير الاقتصاد شو قال لكم؟ في وعد انه هلا باخر جلسه نهار الجمعه راح يصير في يعني فتح للاعتمادات او لا؟ نعم، الصبح تواصلت انا مع معالي وزير الاقتصاد وقال لي انه هو راح يرفع كتاب بالاستمراريه للمطاعم المقفله، راح يدعمون. بس هل راح يصير نهار الجمعه؟ وليش للجمعه؟ ليش للجمعة؟ ليش بدنا نخلي نحن العالم واقفة هون ومذلولة لنهار الجمعة؟ طيب أستاذ علي، في كتير ناس بتسأل أنه ليه ما في خبز بس في فرنجي وفي باجات وفي يعني باتسري موجود بضل كل الوقت؟ يا ريت هالمقولة بنخلص منها. خبز العربي، طحين العربي غير طحين الباجات، غير اسمه اكسترا وسوبر اكسترا وبلاتينيوم، وبتصدر أسعاره، وهذا من وزارة الاقتصاد، غير سعر. هذا غير سعر عن خبز العربي، اكيد بيكون فيه، لانه هذا مش للخبز العربي، ما بيسوى نشتغل فيه اصلا خبز عربي. طيب من هون لنهار الجمعه لوقت يعني اجتماع مجلس الوزراء، شو رح تعمل الناس؟ يعني رح يضلوا رح تشوفوا يمكن الطابور اكبر من هيك، رح تشوفوا يمكن الطابور اكبر من هيك، لانه ما في طحين متوفر بالافران. الافران عم تشتغل بقدره انتاجيه اكثر من اقل من قدرتها ب 50%، فمنشان هيك اللي بيخبز 24/24 عم يشتغل 12 ساعه، عم يبلش الصبح بالشغل، مشان هيك ما عم يقدر ينتج زياده ويكفي. استاذ علي عفوا انا عم اطشك، انت كنت قايل لي انه اصلا في مشكله رح تصير بسعر الربطه اللي هي اصلا اليوم بعد مسعر 11000 على وقت لما كان الدولار 26000، اليوم الدولار تخطى ال 31000. انتوا قد ايه اي سعر بعدكم عم بتبيعوا الافران ربطه الخبز المدعومه؟ وقد ايه رح تصير في حال من هون للجمعه يعني قرروا عدم يعني كملوا بموضوع الدعم؟ اول شيء نحن مش مثل غيرنا اوام نوقف الشغل، نحن بنتواصل مع المسؤولين. انا تواصلت الصبح، دقيت لمعالي وزير الاقتصاد، رد علي المستشار دكتور محمد حريري، عم سمي بالاسم،
قلت له نحن الافران عم تطالبني انه بدنا نتوقفوا عن العمل، ما فيهم يشتغلوا بهيك سعر، نحن سعرنا على 24500 دولار، اليوم الدولار تخطى ال 31. يعني نحن بنخرب بيوت الافران من شيء، او بتطلعوا التسعيره بتكون تسعيره رسميه ولا نحن ما فينا نشتغل، قال لي اعمل لي تسعيره وهلا نحن رح نبعث له تسعيره للدكتور محمد حريري ليشوفوا شو بدنا نعمل، لان نحن ما فينا نستمر والدولار طالع 6-7000 ليره. يعني هذه هي المشهدية عند شادي. عودة الآن إلى أنه رح نستمع قبل ما نعود لإلك لبعض الناس اللي وقفة بالطوابير من الصبح بعز الشمس لحتى بس تأمن ربطين خبز لعائلتها.